عقدة الرئيس القادم الذي يمكن أن يحسم اليوم وأكثر تقديرا غدا، كيف يمكن لها أن تحسم؟ وفق أي خيارات ممكن أن يقبلها الشارع؟ رئيس الجمهورية مع أي رؤية تشعر أنه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم وللأخ العزيز الأستاذ وافق، الدكتور وافق، والأخوة المشاهدين. الأمر حقيقة إذا كان هناك وعي سياسي وشعور بالمسؤولية لا يحتاج إلى يعني إلى نوع من التعقيد ونوع من الإحراج. الشارع العراقي انتفض وانتفض على واقع فاسد. هذا أمر لا يمكن إغفاله على الإطلاق، وتحمل الشارع العراقي بالرغم من كل ذلك ومن كل الحق الذي هو له، تحمل الرصاص والقتل والكثير من المآسي. لذلك أنا أعتقد هذا الموضوع ليس في إحراج على القوى السياسية على الإطلاق، عليهم أن ينصتوا لصوت الشارع العراقي وماذا يريد. الشارع العراقي أو الشعب العراقي هو صاحب القرار، الشعب هو مصدر السلطات، والحكومة والقوى السياسية يفترض بها أن تلبي طلب الشارع العراقي لأنها جاءت تمثله. ولو أننا نقول أن الانتخابات التي جاءت بهم والقوى السياسية التي جاءت منذ 2003 إلى هذا اليوم لم تأتي برغبة الشارع العراقي، ولم يخرج الشارع العراقي في يوم الانتخابات إلا بنسبة 19 إلى 20%، لكن مع هذا نقول إذا كان هناك وعي وضمير إنساني وشعور وطني عليهم أن يستشعروا حقوق الشارع العراقي ويلبي طلباته. وهل تعتقد أن مثل هذه الصفات التي تقول بها أنت الآن هي حاضرة لدى القوى السياسية؟ لا أبدا أخي الكريم، لو كانت هذه حاضرة للأسف، لو كانت هذه حاضرة لما وصلنا إلى هذا الوضع. لو كانت هذه الحاضرة لما ألجأ الشعب العراقي وخصوصا في الوسط والجنوب، وعندما أقول في الوسط والجنوب أعنيها أنا في الوسط والجنوب، أن معظم القوى السياسية التي تستلم الحكم حقيقة والتي السلطة في يدها هي من الوسط والجنوب. لا أريد أن نقول هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا عربي، لكن هؤلاء انتفضوا على ذويهم لأنهم شعروا بأن هؤلاء أهملوهم، شعروا ببؤس، شعروا بحرمان، شعروا بضياع بلد، لأن هؤلاء لم يأتوا من أجل بلدهم وإنما جاءوا تلبية لرغبات شخصية أو حزبية أو رغبات خارجية. يعني أنا هنا بس أصلح المعلومة، هؤلاء لم يكونوا ذويهم ولم ينتفضوا لأنه على ذويهم، هم انتفضوا من أجل ذويهم مكونات الشعب العراقي الأخرى. وانتفاضة الوسط والجنوب هي لم تأتي صدفة وإنما كانت امتداد من عام 2010 حتى هذه اللحظة.